تعلموا مني تعلموا مني بالمرح. لقد قمت بإنشاء تطبيق على الجوال بطريقة سهلة للغاية، وتستطيعون إنشاء الآلاف من التطبيقات بأنفسكم من دون الحاجة لتعلم لغات البرمجة وبدون تثبيت أي برامج على أجهزتكم، وتستطيعون عمل التطبيقات من خلال موقع AppAventure. والآن أترككم مع شرح لكيفية عمل مثل هذا التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نسوي تطبيق مثل اللي تو سويناه؟ طبعا الموقع موجود، هذا أمامنا، هذا الموقع. طبعا اسم الموقع AppAventure. طبعا من هنا نسجل دخول، لازم ان يكون عندك حساب في جيميل اللي هو اللي تقدر تستخدمه في دخولك لجوجل او يوتيوب اذا كان عندك منصة يوتيوب. من هنا تمام. طبعا انا عندي كم حساب، لذلك بدخل بالحساب هذا. يقول لك الاتفاقيات وزي كذا، يعني نقول له اوكي موافق على الاتفاقيات هذه. طيب طبعا الموقع مجاني بالكامل، هذا السبب اللي خلاني اختاره لكم. طبعا نحط هنا start new project، يعني مشروع جديد. فلو افترض ان نسميه ب احمد مثلا، احمد اوكي، هذا اسم المشروع. طيب ندخل ضغطتين دبل كليك، وعندنا هذه الواجهة. طبعا هنا الصفحة، هذه الصفحة، وهنا اللي إذا بغينا نحط أكواد. والأكواد طريقتها جدا 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 بسيطة، ما تحتاج لأي لغة برمجة، راح تشوفون إن شاء الله بإذن الله. طبعا من هنا نضغط. الآن نضيف صفحات عديدة، فليكن 5 صفحات. هذه الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة أضفناها، الصفحة الرابعة، والصفحة الخامسة. تمام. الآن ننتقل إلى الصفحة الأولى ونضع فيها ابدأ أو زي كذا يعني. الآن نقوم باختيار كليك، هذا اختيار كليك. طبعا نبغى الكليك يكون يعني في وسط الصفحة، لذلك نضع من هنا، راح يكون من هنا. تمام. بالإمكان تسميته مثلا، الآن نضغط عليه، ممكن تسميته ابدأ مثلا، ابدأ. أنا لا أفضل هذا الشيء، ولكن سأضيف صورة للكليك، أن نضيف لها صفحة، عفوا نضيف لها صورة، ونضيفها من هنا تصفح، نختار ابدأ الآن. تمام اوكي حسنا اوكي تمام. طيب الحجم كبير جدا، لذلك انا راح اصغر الصورة، وضعها يعني بحجم صغير شوي، فأضع المقاسات هنا، وهنا مثلا أضع 90 مثلا على سبيل المثال، تلاحظون صغر. وهنا مثلا نضع 170. تمام. إذا هذه بالصفحة الأولى راح يكون ابدأ الآن، يعني بالصفحة الأولى. طيب ننتقل للصفحة الثانية، راح يكون فيها اللي هو اللي هو المراحل، مراحل الصعوبة ومراحل السهولة، اللي هي 1 و2 و3 اللي تعرفونها بجميع التطبيقات. لذلك نضع 3 مثلا أو 20 اللي أنت تبغى، وفليكن سوف نضعها في وسط الصفحة كما في السابق. تمام. الآن نضيف لها صورة، فلتكن 1. ممتاز اوكي، او كبيره جدا. طيب كيف نصغرها؟ تصغير
جدا 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 سهل. وهنا 100 اوكي، هنا 100 اوكي. نلاحظ ان عليها كتابه، فنزيل الكتابه من هنا نمسح، تمام، وهنا نمسح الكتابه، وهنا نمسح الكتابه. طيب وهنا سوف نضع رقم 2، فليكن رقم 2 ايضا كبيره، نضع 100 وهنا 100 ايوه، وهنا نضع ل رقم 3 ونقوم بتصغير الصورة كما ترون أحبابي في الله. الآن يعني أصبحت صغيرة. الآن أحبابي في الله ننتقل إلى الصفحة الثالثة، ننتقل إلى الصفحة الثالثة. إذا ضغطت هنا مثلا سوف ينتقل إلى الصفحة الثالثة، وليكن سوف أضع السؤال الأول مثلا على سبيل المثال، تصفح السؤال الأول، أو عفوا ليس هنا إنما نضغط هنا يعني حتى يكون سهل يعني علينا، نضع 3 هنا السؤال، وهنا الخيار الأول، هنا الخيار الثاني. مو بإمكانك تضع خيار ثالث ورابع وخامس وسادس اللي أنت تبغى، بس أنا هذا يعني مجرد فقط شرح لا غير. نقوم بمسح الكتابة هنا ونضعها بالمنتصف كما لاحظنا المنتصف، تمام. الآن نقوم بوضع السؤال. السؤال أين السؤال؟ أين السؤال؟ هذا السؤال. أوكي، نلاحظ أن الحجم جدا كبير، فنقوم بتصغير، فليكن مثلا 100 وليكن هذا 200 أيوة، ممتاز، يعني جميل مقبول. طيب الآن نضع الخيار الأول والخيار الثاني، مثلا الخيار الأول 100 صورة، من هنا عفوا، آسف، أوه. أوكي حسنا، ونضع هنا مثلا فليكن 100 أوكي، وهنا فليكن 200 أوكي تمام. وهنا أيضا يعني نقوم بوضع صورة أخرى أيضا، أو الخيار الثاني اللي هو عبارة عن الإجابة الأخرى، هذه سوف أضع 300 حتى تكون كبيرة جدا شوي أيوة تمام. الآن ننتقل إلى الصفحة الرابعة، إذا ضغطت هنا سوف يقول لي الإجابة خاطئة، إذا سأنتقل إلى الصفحة الرابعة، وهنا نضع الإجابة خاطئة، نضع 2 من هذا الأول نقوم بمسحه، والثاني نقوم بمسح الكتابة الموجودة فيه، ونضعهم في المنتصف. تستطيع الوضع هنا أو وضع داون، لكن أنا سوف أضيفها في المنتصف. فلنضع هنا مثلا عبارة الإجابة خاطئة، إجابة خاطئة It's done أو done. طيب الإجابة الخاطئة فليكن مثلا هنا 100 وهنا
عفوا هنا 200 أيوة، ونضع هنا رجوع أو باك إذا أنت تبغى، نحط باك باك رجوع. طيب نعدل ب فليكن هنا نحطها بالفراغ الثاني، فليكن مثلا 30 وليكن الخيار الآخر 50 مثلا أيوة. والآن ننتقل إلى الصفحة الأخيرة وهنا نكتب الإجابة صحيحة إذا أجبت على السؤال إجابة صحيحة. فليكن طيب هذه المرة سوف أقوم بكتابة الإجابة صحيحة مثلا، لن أضع صورة وإنما على سبيل المثال للحصر. وهنا أيضا سوف أقوم بوضع مثلا رجوع، لن أضع يعني صورة إذا أنت كنت تريد هذا مثلا، فأنا سأقوم بوضعها. الآن سوف أقوم بتكبير المربع هذا يعني طيب أهو هذا كبير جدا وهنا خلي 50 وهنا 100 أحسنت. طيب الخط ممكن أقوم بتكبيره قليلا، أضعه 80 كبير 50 طيب 20 كويس تمام. وهنا مثلا نضعه 20 أيضا أحسن. طيب الآن ننتقل لنجرب اللعبة على الجوال أو تكون نحاكي الجوال. كل ما علينا أحبتي في الله هو أول شيء نقوم بتحميل البرنامج الخاص بالموقع كما ترون أمامكم. فلقد قمت بوضع رابط التحميل في صندوق الوصف تستطيعون تحميلها. ثم بعد الانتهاء من تحميل البرنامج تقوم بفتح البرنامج ومن ثم وضع الضغط على هذا الزر اللي في اللون الأزرق. نلاحظ الآن نقوم بالذهاب إلى ماي كمبيوتر من هنا ثم أو هذه ما أدري إيش، المهم مباشرة من بعد التقاط الكود الخاص فيه يقوم بالتعرف عليه. آسف معذرة، ننتظر قليلا. الآن لما أضغط هنا لا يحدث أي استجابة بالجوال. طيب الآن سوف يعني نقوم بوضع الأكواد يعني الأكواد خفيفة يعني جدا جدا بسيطة الآن سوف ترون للانتقال بين الصفحة والصفحة الأخرى. طيب نضع هنا هذا الذي قمنا بوضع الصورة عليه اللي هو ابدأ الآن هنا تمام، ثم نضغط هنا نضغط إلى يعني إذا هذا الكود هذا يقول عند الضغط على هذه الصورة أو هذا يعني الكليك ماذا سوف يحدث؟ سوف يحدث هذا الشيء إنه أبن الصفحة الثانية. لنجرب الآن ليقوم بالتجربة أمامكم. لما أضغط الآن أو أدخلني على الصفحة الثانية. الآن سوف أقوم بوضع الكود على الخيار الأول مثلا هنا وانتقال إلى الصفحة الثالثة. ممتاز. وسوف أقوم بتجربة هذا على الجوال
انتقل إلى الصفحة الثالثة. الآن سوف أقوم بوضع الخيارات هنا وهنا، وعند الإجابة إجابة خاطئة سوف ينتقل إلى الصفحة الرابعة، ينتقل إلى الصفحة الرابعة، وعند الإجابة إجابة صحيحة سوف ينتقل إلى الصفحة الخامسة، هنا الخامسة. لنرى، نعم إنها إجابة خاطئة لأني وضعت على الإجابة الخاطئة. لما أضغط الآن على الإجابة الصحيحة مثلا ينتقل، نعم الإجابة إجابة صحيحة. طيب لما أضغط رجوع ما يحدث لي استجابة، لذلك سوف نقوم بوضع يعني أكواد هنا عند الضغط، هذه عند الضغط على الخيار هذا أو الكليك هذا سوف يحدث انتقال للصفحة الثانية. لنرى ماذا سيحدث. انتقل إلى الصفحة الأخرى، تمام أحسن. طيب الآن سوف نضع كود في الصفحة الأخيرة، وعند الضغط على هذا الزر سوف يحدث ماذا؟ سوف يحدث الانتقال إلى الصفحة الثانية، وعند الضغط عليها انتقل إلى الصفحة الثانية. أحبابي في الله، لقد انتهينا من صنع البرنامج الآن، وسوف نرى ماذا أو يعني ماذا قمنا بصنعه. الآن نضغط هنا، ممتاز، كل الإعدادات جدا جدا صحيحة وسليمة 100%. الآن أحبابي في الله سوف نقوم بتثبيت هذا التطبيق على جهازنا. كيف؟ بطريقة سهلة جدا، نقوم بالضغط على هذه ثم الضغط هنا ثم الانتظار قليلا. طبعا نخرج من التطبيق الخاص بالبرنامج ثم نقوم بفتحه مرة أخرى، ننتظر قليلا أحبابي في الله. ها نحن لقد قام ب يعني انتهاء من تحميله. الآن سوف عندنا خيارين، الخيار هذا عن طريق البرنامج اللي تو قمنا بتنصيبه نستطيع تحميله على الجوال، أو إذا أنت تريد تحميله بشكل مفرد فتستطيع الضغط هنا ثم يعني مثلا نسخه على جهازك ثم يعني بعد لقد قمنا بتحميله، هذا هو ها هو مكتمل، ثم يعني نسخه على جهازك سوف نرى ثم تنصيبه. وهنا الطريقة الأسهل في ذلك، أو إذا كنت يعني إذا هذا إذا كنت سوف ترفعه على جوجل بلاي تستطيع رفعه على جوجل بلاي. طبعا الآن سأريكم الطريقة، هنا نضغط على الزر الأزرق ثم نضغط على أو بس نمر اللي ب يعني على الجهاز. يقول هل تريد تنزيل الملف؟ نعم تنزيل، ننتظره، تم تنزيل الملف، فتح. هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ نعم تثبيت. طيب يقول لك لم يتعرف إلى آخره، التثبيت على أي حال. أصدر لك رسالة قال تم تثبيت هذا التطبيق على جهازك، فتح. الآن تم تثبيته على جهازي وسوف أريكم. الآن هنا هذا التطبيق اللي هو أحمد قمنا بتنصيبه. الآن هنا لو أردت أن يعني لو أردت أن تثبت الجهاز على جوال آخر مثلا، نقوم بفتح موقع الملف
ثم نسخ هذا اللي ABK اللي هو ما قمت به، ثم الضغط على يعني ثم إدخال الجوال على الكمبيوتر اللي هو عبر الـ USB. المهم ثم نضغط على داونلود مثلا لنضع تطبيقنا هنا مثلا. أنا هو يعني موجود من قبل ولكن سوف نقوم مثلا يعني خلنا نعتبره كأنه جديد ونقوم بتنزيله. نذهب إلى ملفاتي ثم نذهب إلى المستندات، عفوا نذهب إلى ملفات أو ملفات المثبتة، هنا نجد التطبيق نضغط عليه يقول هل تريد تثبيت؟ نعم تثبيت إلى آخره. يعني وبهذا القدر يعني انتهينا من الشرح، ونشكر لكم حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وفقكم الله بالدنيا والآخرة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.